من الحاجات اللي بنشتكي منها مع اولادنا في فتره الصيف لما يجي حراره بنبقى مش عارفين نعمل ايه. في بعض الامهات لحد دلوقتي مدرسه انا هحطه في البانيو وميه ساقعه عليه وتلج على راسه وهتنزل. في امهات تانية تقول لك كمادات، امهات ثالثه تحط الباتشز اللي بتتلزق لو في حراره وعايزه انزل الحراره مع الادويه طبعا اللي الطبيب كاتبها. اعمل ايه الصح؟ الصح في الصيف عشان ما اديش جسمه صدمه، الجو يبقى نار درجه حراره يبقى داخل على 40 وهي حاطه في ثلج. انا بس الاول عاجبني اسئلتك، بتجيبي اسئله في الصميم بنخليك اللي هم عايزين يسالوا فيه. انزل الحراره ازاي؟ هو دلوقتي الحراره درجه حراره الجسم مثلا ساي 40 40 ديت معناها ان الفرق بيني وبين درجة حرارة مثلا الغرفة اللي هي 26 تحت التكييف في فرق أراوند 14 درجة. تمام ماشي. فطبعا الطفل عشان كده الطفل ايه؟ بيرعش يعني حرارته عالية. هل ينفع بالرغم ان هو بيرعش وبردان ان انا اقوم ايه، ودي الممارسة الخطأ، اجيب جاكت او لبس تقيل واقوم لبسها عشان انا ما عالجتش الحرارة، انا زودت الحرارة بس انا عالجت احساسه ان هو سقعان. وده اكبر غلط الام بتعمله، حرارتها تزيد وتقولك انا هقفل التكييف، او ده انت كده بتولعيها بقى على الاخر. لا، انت هتفتح التكييف بس مش هتقعديه في وشه، وهيقعد في الغرفة بعيدا عن التكييف عشان يتأثر جسمه الـ40 ده بالـ26 بتاعت الغرفة. طبعا يلبس خفيف جدا 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 ويتعمل له كمادات او يستحمى في ميه فتره. والباتشز بتساعد، مع في خطا شائع بيتعمل في الباتشز انها بتحط على الجبهه، وده غلط جدا. مفيش حاجه بتعمل، ما بتعملش حاجه في الجبهه، انا عايزه اماكن الشرايين الكبيره والاورده، الرقبه يمين وشمال وفي البطن وتحت ايه بين الفخدين عند الطفل. هي دي الطريقه الصح. لكن التلج ده بتقليد عذاب للطفل. لا، التلج ده تشك، ده غلط جدا. يعني التلج غلط غلط، ما ينفعش. تمام.